معرض بعنوان صادق آل محمد دعا إليه مركز الفن الولائي. هذا المعرض يسلط الضوء على حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا في المشاركة أني أحضر في هذا المعرض الجميل اللي ذكرنا بأهم شخصية في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم اللي ننتسب لها اللي هو إمام جعفر الصادق سلام الله عليه. ويعني هذه اللوحات الجميلة والمجسمات فعلا اللي فيها فن ومتعوب عليها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسنات كل من شارك في هذا المعرض. في هذا المعرض اجتمع العديد من الفنانين والموالين وسخروا مواهبهم وطاقاتهم لتجسيد شخصية هذا الإمام العظيم من خلال لوحاتهم ومجسماتهم التي تناولت العديد من العناوين من حياته الشريفة كعلمه، صبره وعفوه، وصولا إلى يوم شهادته أرواحنا فداه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. على هامش معرض الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه نرى اليوم العديد من الأعمال الفنية، من لوحات بالخامات سواء بالخامات الزيتية أو خامات الأشغال الفنية، وتخللها بعض الأعمال المجسمات. قد تكون هذه المجسمات تم الاشتراك فيها يعني خلال أكثر من عام، ولكن الملاحظ أنها في حالة من التطوير. وهناك أعمال أيضا قسم خاص للأطفال، أعمال خاصة للأطفال أيضا، هذا يعتبر جناح متميز جدا. مشاركة الأطفال أيضا في هذه الأعمال يعزز روح الولاء وروح الخدمة وأيضا غرس هذه المفاهيم في النشأة. ونسأل الله التوفيق لجميع المؤمنين والمؤمنات المشاركين في هذا المعرض، حقيقة أعمال فنية متنوعة ذات رسالة هادفة. صادق العترة، لقب لقبه به جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه أصدق الناس في حديثه وكلامه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويخرج الله من صلبه أي محمد الباقر كلمة الحق ولسان الصدق، يقال له جعفر، صادق في قوله وفعله، الطاعن عليه كالطاعن علي، والراد عليه كالراد علي. وقد أشار إليه أبيه الباقر عليه السلام قائلا: هذا خير البرية. نرى احنا رسمات، لوحات ورسمات وهذا، ولكن هي بالفعل هي كتاب، هي قاموس مجلد. الفنان لما يطرح فكرته بلوحة هو أخذ من وقته وجهده أيام وقد يكون شهور بالاطلاع على مجلدات وكتب ليترجم هذا الحديث، هذه الرواية، الآية خلال لوحة. وقد وفرت فترة الانفتاح التي حدثت ما بين الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية في زمن إمامته حرية الحركة لنشر معالم الدين، فذكر أنه بلغ عدد تلامذته ومن روى عنه 4000 شخص، وهذا ما نراه جليا في هذا المعرض المميز.
كما أخذت رواياته في المجالات المختلفة حيزاً كبيراً من روايات أهل البيت عليهم السلام، فلذلك نسب مذهب الشيعة إليه وسمي بالمذهب الجعفري. هذا المعرض الحقيقة يعني رديف ومساند لكل ما يقام من أعمال لنشر الإسلام ولتقريب الصورة للمتلقين من الشباب ومن الكبار من نساء رجال، لكي يطلعون على مفاهيم الإسلام ومن هذه اللوحات الجميلة لتبين المواهب. كذلك هذه مثل هذه المعارض تستقطب المواهب في هذا المجال. لقد كانت ولادته في زمن الأموي عبد الملك بن مروان، وتربى في أحضان أبيه الباقر وجده السجاد عليهما السلام، وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام. يظهر من خلال المعرض تركيز الفنانين على أشهر ألقاب سادس الأئمة عليهم السلام. الفاضل فقد كان أفضل أهل زمانه وأعلمهم، لا في شؤون الشريعة فحسب، وإنما في جميع العلوم، فهو الفاضل وغيره المفضول. في هذا المعرض المبارك، ألا وهو معرض الإمام الصادق عليه السلام، لا بأس بأن نشارك بهذه الكلمات ونواسي الزهراء عليها السلام بولدها الحسين. يقول الشاعر: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. كان الفلاسفة يأتون إلى الإمام الصادق عليه السلام من اليونان والشام وغيرها من الدول كي يناقشون الإمام عليه السلام، وكان عليه السلام يطرح النظريات على طلابه لكي يقومون بمناقشتها أيضا. دمنا يجري ولا أن حيدريا وانتماء صادقيا جعفريا في حنايانا ولاء وانتماء لرسول الله ثم الأوصياء وعلينا شاهدون رب السماء إننا نبذل للآل الدماء. بعض هذه النظريات انعكاس الضوء التي من خلالها استلهم أحد العلماء اختراع المجهر الفلكي، وغيرها من النظريات التي لا تعد ولا تحصى، مثل نظرية الزمكان ونظرية الكون التي قال فيها الإمام عليه السلام ما نصه: كل ما في العالم الأصغر شبيها في العالم الأكبر، ولكن على ضخامة في الحجم والسعة، وإن لكل ما في العالم الأكبر شبيها في العالم الأصغر، ولكن على قلة في الحجم والسعة. طبعا في هذه اللوحة قاعد أتكلم عن قصة صارت حق الإمام الصادق. يا له واحد من شيعة خراسان وقال له: إن أنت ليش قاعد للحين؟ ليش ما تقوم على الدولة العباسية؟ عندنا شيعة وايد في خراسان أياديهم على مقابض سيوفهم، أنت بس عطهم الأمر وهم راح يقومون على الدولة العباسية. فقال له الإمام: ادخل داخل التنور. فقال له: يا إمامي أنا جاي بساعدك، أنت ليش تبي تقتلني؟ ما أقدر أدخل داخل التنور، راح أموت. فقال له الإمام: خلاص أعفيتك. فيا واحد من أصحاب الإمام اسمه هارون المكي، فقال له الإمام: ادخل داخل التنور. فدخل. فبعد ما دخل هارون قال الإمام: خلاص أطلع. طلع من التنور وما حاشى شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي سيد حسين وأنا زار لهذا المعرض. راح أتكلم عن هذه اللوحة. في مرة هشام قال حق إمام الصادق في أحد سألني هل العالم كله يقدر يدخل بالبيضة والبيضة ما تكبر والعالم ما يصغر؟ فإمام الصادق قال العين المجردة تقدر تشوف كل العالم بدون ما تكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عباس. هاللوحة يتكلم إمام الصادق وأهل الكوفة يحبونه وايد وكيتول وهذول بيوت أهل الكوفة. السلام عليكم، معك يعقوب القطان. لوحتي تتكلم عن إمام الصادق كان يحثنا على شعار الحسينية، وإيه هي زيارة الحسين والجزع وذهب إلى المجالس. أنا عبد الله حسين جمع البادر، واسمتي تتكلم عن إمام الصادق كان بالليل هذا يجول بالشوارع، كان عنده تشيس هذا عنده خبز ولحوم وفلوس يوزع حق المحتاجين الفقراء والأيتام والمحتاجين. الفقراء ما كانوا يعرفون منو كان لما استشهد.